طيب على مستوى بعض الأخبار اللي يمكن على المستوى العالمي، هاخد مع حضراتكم خبرين ثلاثة. هتكلم أول حاجة على ليفاندوفسكي، طبعا المهاجم البولندي البافاري، طبعا قضى 12 سنة مع البايرن ميونخ. خلال 12 سنة ده حطم أرقام كتيرة جدا جدا، حصل كأفضل لاعب في العالم بشكل كبير، وزي ما بقول لحضراتكم 12 سنة في نادي واحد، أعتقد مع وصول كمان ليفا لسن أعتقد 3 أو 35 سنة، يعني 34 سنة، خلاص مشواره القروي بدأ في العد التنازلي، وبالتالي المقربين منه قال أو هو كمان يمكن قال إن هيكون هذا الموسم هو الموسم الأخير لي مع البايرن. في الفترات اللي فاتت يمكن كان في اهتمام كبير جدا بليفا على مستوى ريال مدريد، على مستوى برشلونة، على مستوى البي اس جي، لكن في اعتقادي الشخصي من خلال كمان تقارير في برشلونة بتقول انه مهتم جدا بوجود هذا اللاعب. في نفس الوقت يعني لسه في طبعا بعض العروض لليفا بشكل كويس، لعيب كويس قوي زي ما بقول لحضراتكم، لكن برشلونة بيخطط في الصيف اللي جاي دوت ان يكون ليفا هو جزء او لاعب داخل برشلونة. في تقارير يعني عالمية يعني بتقول انه بعد زي ما بقول لحضراتكم بعد 12 سنة في البوندس ليجا مع باير ميونخ ومع بروسيا دورتموند انتهت رحلة ليفا في ألمانيا، بس في نفس الوقت في البايرن شايفين انه ما فيش سبب لرحيله. يعني ليفاندوفسكي طبعا بيشوف ان نهاية رحلته مع ألمانيا هتكون بنهاية الموسم الحالي، مع طبعا ضرورة التغيير، يعني هو عايز ياخد خطوة الرحيل من فترة طويلة، لكن الظروف ما كانتش مناسبة. بنتكلم على قناص طبعا البولندي الكبير وانتقاله لبرشلونة او ريال مدريد، طبعا في الفترات اللي فاتت كان عندها مشكلة اقتصادية طبعا، وكان طبعا ليفا يعني سعره كبير جدا جدا، ولكن خلاص عقده هينتهي بهذا في نهاية الموسم، وبالتالي هيكون الانتقال لأحد الأندية الكبيرة طبعا وارد، وفي شكل الدوري الأسباني أعتقد أن برشلونة هو الأقرب لوجود ليفاندوفسكي هناك. حضراتكم عارفين أن طبعا الأمور اتغيرت زي ما بقول لحضراتكم، ودلوقتي عنده 34 سنة، هيكمل 34 سنة في شهر 8 اللي جاي، لكن هو متحمس جدا وعنده رغبة كبيرة جدا انه يعمل مغامره جديده، انه يطلع تحديات جديده. يعني هو فاز بكل شيء مع البايرن على المستوى المحلي وعلى المستوى الاوروبي، لكن خطوه وجوده في برشلونه هتكون هي اخر مشروع رياضي بالنسبه له، زي ما بقول لحضراتكم العقد الاخير في نهايه مسيره نجم كبير جدا جدا ليفاندوفسكي. وطبعا برشلونه مع تشافي عامل شكل اكتر من رائع، برضه هنتكلم عليه من خلال برنامجنا النهارده.